أنابَ صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر سعادة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة واسمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة لحضور الاحتفال الذي أقامه السيد أنور حبيب الله سفير جمهورية الصين الشعبية الصديقة مساء أمس، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده بحضور عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة والمدعوين. وقد نقل سعادة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة وسمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة تحياتي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للقيادة والشعب الصيني بهذه المناسبة، وتمنياتي سموه للدولة الصديقة بمزيد من التقدم والتطور. وأكد أن العلاقات الثنائية بين البحرين والصين تتميز بقوتها في مختلف المجالات، مؤكدين حرص البحرين على توطيد التعاون المشترك بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين الصديقين. من ناحيته أعرب سفير جمهورية الصين عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يليه سموه من حرص على تنمية علاقات التعاون المتميزة بين البلدين، مشيدا بما تشهده مملكة البحرين من نهضة وتطور في شتى القطاعات.